ليلة بيضاء قضاها الجزائريون في مختلف ولايات الوطن عقب تأهل المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي. فوز مستحق للمنتخب الجزائري المنتخب الوطني بعد اللعب على الاعصاب ابان تضيع بنجاح لضربه الجزاء. على كل حال نشكر المنتخب الجزائري على راسه جمال بالماضي. هذا شق خاصنا، هذا شق خاصنا، ومازال قدام، مازال زيد تشوفوا والتدريب بلاجيري. سكتنا المنتقدين تاع بلاطوات، بارك علينا ان شاء الله ندوا هذه عامله تاعنا 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 مبروك علينا ان شاء الله ندوها فل علينا هذا العام ونربحوهم كاع ان شاء الله نربحوهم كاع. غادي نقول لكم واحد الحاجه، هذا دليل ان الفريق الوطني كبير وكبير وان شاء الله مازال التاج الافريقي وان شاء الله نربحو وان شاء الله الجزائر الزاهيه. هذا الانتصار الا اني اود ان اعطي ملاحظه بالنسبه للمقابله. في الحقيقه احنا اعطينا طمعناهم في المقابله، كان من المفروض ان نقضي على المقابل نقضي عليهم في الشوط الاول او في نهايه الشوط الثاني. احنا اللي طمعناهم في المقابله وخليناهم يطمعوا فيها وباش يربحونا، والحمد لله ربي ما خيبناش وبارك الله فيهم وكل اللي لعبوا واللي ساهموا والمدرب والطاقم الاداري. تحيه الجزائر وان شاء الله ربي يدومها فرحه. وفيفا لالجيري دائما، احنا رانا معاهم قلبا وقالب. سيدي مبروك علينا الربح وان شاء الله عقوبه لكم بافريك 1 2 3 فيفا لالجيري. داير يحيي شبابنا والدنيا ربي ينصرهم ويا ربي يقويهم وان شاء الله نجيبوا لكم. الجيري 1 2 3 فيفا لالجيري 1 2 3 فيفا لالجيري. مبروك علينا وان شاء الله ديما هكذا 1 2 3 فيفا لالجيري. فيا مباراة هذه مبروك على كل الجزائر والف مبروك وتحية الجزائر. سوار الحمد لله يا ربي فرحونا لاجونا ساعنا والحمد لله رانا من 2010 ما طلعناش 2000 وان شاء الله القله معاك بالماضي القله كما ديتها مع قطر في اسيا تديها معنا ان شاء الله هنا في افريقيا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. مبروك علينا على بناتنا والجزائر وعقوبه ان شاء الله الماتش الاخير.